الحقيقة طرقنا كل الأبواب المتاحة، بدءا من المباحث العامة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، دول المظالم، ما لقينا مجيب. استمعوا لمطالبنا، لا نرى أي تغير أو تطور في القضية. حنا أهالي المعتقلين المظلومين تعسفيا، أمضوا سنوات في السجون وبقاهم في السجون غير نظامي. نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية صادر بالمرسوم الملكي ينص على السجين يبقى 6 أشهر، بعدها إما أن يحكم عليه أو يفرج عنه. لكن الواقع الآن أن الآلاف وفيه لهم 6 سنوات، بعضهم لم يحاكم الآن، بعضهم بدت محاكمتهم من أشهر، والغالب أن المحاكمة الصورية، يعني يلفقون تهم ولا أشياء في الواقع ليست يعني جريمة، وهم مع ذلك يجرمونها ويسجنون عليها ويبقى السجين سنوات، ثم لا يعاد يعني بكرامة وإنسانية، يبقى في السجن ولا يلقى عناية صحية ولا يلقى الغذاء المناسب. بعضهم مرضى، بعضهم يحتاج العمليات، بعضهم كتب له إفراج صحي لم يتحسن الوضع، كأنهم حيوانات أو أقل. هذا هو سبب وقوفنا عند المجلس الأعلى للقضاء الآن. طرقنا كل الأبواب ويقولون أبوابنا مفتوحة، لكن الواقع أنه لا يستمع لنا. أتينا قبل سنة للداخلية، اعتقل الجميع من حضر، طلبنا مقابلة المسؤول، يتعذر، يقولون تأتون بعد يوم بعد أسبوع بعد كذا، ويتهرب المسؤول من المقابلة. من قابلناهم عرضنا عليهم المشاكل والمطالب، لكن ما نرى أي تجدد أو يعني محاولة لحل هذا الملف.